السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر من محافظة البصرة في أحد المستشفيات. وفاة امرأة بسبب تبادل الأوراق والفحوصات الخاصة بها بامرأة أخرى، وأجروا لها عملية وهي لا تستحق هذه العملية، وبسبب هذه العملية توفت الامرأة. ومن يتحمل المسؤولية؟ إليكم هذه المشاهد من عائلة المتوفية. هاي رسالة وزير الصحة وإلى الجهات المعنية، من يتحمل هذا الخطأ الطبي؟ شاركوا.